شنو قال سميرة؟ عرفتي شنو قال ليا؟ والله تنصفيها لك وندفنك كي دفنت سميرة. تراسي مسطية ما كنفهمش. قلت لي فين دفنتيها؟ قال لي دفنها في ليبو في واحد الخلا ما شافتو عين ما تخطاتو رجل. هدي راسك اختي. انا داكشي اللي عندي قلتو ليك. الحمد لله السيد كان سكران وملي صحن ما بقى عقل على والو. كون راه دفني فين دفن سميرة. اختي خافي على راسك انا كنقول لك. دكتور خالد فين هو؟ يا قلت مالكيك لاباس؟ باغا نقولي على سميرة فين؟ فريد يا قلتيك لاباس؟ الغندور عرفتو فين دافن سميرة؟ فين؟ غندور جينا نقلبوا الديبو. مرحبا تفضلوا وخذوا راحتكم. قلبوا هنا. قلب مزيان. كاين والو الشاب؟ تأكد كاين والو الشاب. الشاب راه ما كاين والو. هادوك راه غير كيحلموا. هادوك راه خاصهم يتشدوا. هادي راه كتسمى في القانون ازعاج السلطات. ما كنحلموش السي الغندور. انا فاتحه قالت لي بلي راك دفنها هنايا. شكون عاوتاني هاد فاتحه؟ ها واش البوليس كيتفلاو؟ تجي فاتحه، تجي زهيره، تجي خديجه، اللي جاي يقول لهم اللي بغاه. اقسم بالله الشافي لهاد القتال دفن اختي هنا. اش كتقول الغندور؟ شاف عافاك تقدر تصبر معنا شويه نقلبوا شي بلاصه اخرى يقدروا نلقاوها. مزيان هادي. يلا سيدي زيدوا انتم ريتلو هاد الديبو كامل. وإلا ما كانش مدفون هنا فين غتكون اختي؟ خاصك تعرف واحد القضية. هذيك راها مراتي أنا، فهمتي؟ حتى أنا بغيت نعرفها فينا هي. شاف ما كاين والو، ما تسمعش لهاد الناس هادو.